هتيجي ساعة الموت. ابن القيم قال كده، فتخزله ذنوبه. ساعة الموت وروحك، الملك قاعد عند راسك وشايف الملك، انت شايف ملك الموت، كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لازم كل واحد هيطلع ويعاين قبل ما تخرج روحه، هيشوف ملك الموت. عشان كده اللي يشوف الملائكة لازم يموت، ما يعيش بعدها. شاف الملك، شافه بعينه، الملك بيقول له اخرجي ايتها الروح. والروح يا جماعة بتطلع الاول من ضوافر رجليك وبعدين صوابع رجليك وبعدين بطن رجلك وبعدين كعبك وبعدين ساقك طلع كده، وبعدين ركبك وبعدين فخادك، ودماغك عايشة وعينيك مفتحة، شايف انت ده، شايف روحك وهي بتطلع. فساعتها لما توقن بالموت، العاصي بقى اصحاب الكبائر يقول انا هقابل ربنا بكل الذنوب دي، هقابل ربنا بالزانية دي، هقابل ربنا بالسرقة دي، هقابل ربنا بالخيانة دي، هقابل ربنا بالكذبة دي، هقابل ربنا بتضييع الصلاة ده، هقابل ربنا بالغفلة دي، لا لا لا. فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه.